المجلس العلمي المحلي لبني بلال، السادة رؤساء المجالس العلمية المحلية لمختلف المدن المغربية، السادة العلماء الأفاضل، سيدات مواعظات، السادة مواعظون، سيد مدير الأكاديمية للدار البيضاء الكبرى ولجهة الإمارة الخنفرة سابقا، سيد مدير الأكاديمية بالنيابة لجهة الإمارة الخنفرة، سيد عميد كلية العلوم والتقنيات، سيد نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية، السادة أعضاء المجلس العلمي المحلي لبني بلال، السادة الأساتذة الأفاضل، السادة سيدات الأستاذات الفضليات، السادة ممثلو الصحافة المحلية والجهوية، السادة ممثلو المجتمع المدني الذين يشتغلون في مجال الحق الديني، السادة رؤساء الشعاب وكذلك مدراء المختبرات والفرق العلمية التابعة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، إخواني الطلبة، أخواتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني كثيرا في هذا اليوم السعيد المبارك أن نفتتح مع هذه الأوجه الطيبة هذا اللقاء العلمي المتميز من حيث نوعية الموضوع المختار وكذلك من حيث أهمية اللقاء نفسه. أما من حيث الموضوع فموضوع هذا اللقاء خاصة في نسخته التاسعة أصول المذهب المالكي وبناء الفكر الوسطي، وأنتم تعرفون أيها السادة العلماء الأفاضل والأساتذة الأفاضل والأستاذات الفضليات أهمية المذهب المالكي في هذا الركن من بقاع العالم وهو المغرب الأقصى أي في المملكة المغربية. فالمذهب المالكي لعب دورا أساسيا في التئام الأمة وفي تفاعلها. لماذا؟ لأن بناء الفكر الوسطي هو بمثابة البوصلة الإنسانية والاجتماعية والنفسية التي تجعل من الإنسان يأخذ دائما مواقف وسطية واعتدالية في تعامله مع جميع القضايا التي تطرح في حياته اليومية. والمغرب هو الحمد لله بفضل هذا المذهب الوسطي الاعتدالي التفاعلي لعب دورا أساسيا في الأمم طوال التاريخ، سواء في علاقته مع الدول الأوروبية غير المسلمة أو في علاقته مع العمق الإفريقي. لماذا؟ لأن عندما نتعامل مع الآخر ونتفاعل معه بطريقة معتدلة ووسطية فهو إذن يندمج معنا في تفكيرنا وفي كذلك القضايا الكبرى التي تجمع هذه الأمة. هذا من جانب. أما من جانب الثاني من حيث الخصوصية هو أنه يجمع ثلة من السادة الأساتذة والسادة العلماء الأفاضل لكي يغوصوا هذا الموضوع في هذا الموضوع الذي هو موضوع الساعة، لأن ما أحوجنا في هذا اليوم وفي هذا الوقت إلى الاعتدال والوسطية، ما أحوج العالم من خلال ما نراه وما نسمعه من أخبار، لأن العالم أصبح كقرية صغيرة في جميع بقاع العالم من التطرف والإرهاب وكذلك الحروب ومجموعة من القضايا التي تسيء إلى المبادئ الكونية الإنسانية. فهذا المذهب المالكي النقي الصفي يمكن له أن يلعب دورا أساسيا في هذا العالم.
وحتى لا أطيل عليكم أيها السادة الكرام، أود في نهاية هذه الكلمة المقتضبة أن أشكر جزيل الشكر سيد رئيس جامعة سلطان مولاي سليمان على كل ما يقدمه من دعم مادي ومعنوي لإنجاح هذه الأنشطة العلمية والثقافية وكذلك الرياضية في مختلف المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة سلطان مولاي سليمان. كما أشكر السيد والي جهة بنملة الخنيفرة على كل ما يقدمه من دعم للجامعة وللجامعيين، وأشكر كذلك السادة مدراء الأكاديمية الذين تعاقبوا على هذه الأكاديمية بجهة بنملة الخنيفرة على كل التفاعل والديناميكية التي تربط بيننا وبينهم، أي بين التعليم العالي وكذلك التعليم في وزارة التربية الوطنية. وأشكر كذلك جميع رؤساء المجالس الإقليمية والمحلية سواء منها الحضرية والقرية، وأشكر جزيل الشكر كل الأساتذة الذين أتوا من مدن خارج بني ملال وكذلك من داخل بني ملال لكي يتقاسموا معنا أفكارهم وتجربتهم العلمية في مجال المذهب المالكي. كما أود أن أشكر السادة الأساتذة لهذه المؤسسة من أعضاء مجلس الكلية ومن جميع أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس، رؤساء الشعب، منسقو المسالك على كل المجهودات المبذولة لرفع مستوى هذه المؤسسة. كما أشكر جزيل الشكر اللجنة التنظيمية لهذا اللقاء العلمي المبارك الذين عملوا أو بذلوا جهدا جبارا لإخراج هذا اللقاء إلى حيز الوجود، وأشكر كذلك المجلس العلمي المحلي في شخصية الأستاذ الدكتور سي سعيد جبار وجميع أعضاء هذا المجلس لما لمسنا فيهم من عون وتعاون وكذلك مساعدة في جميع اللقاءات التي نتعاون فيها ونتشارك فيها إذن لإنجاحها وهذه النسخة العلمية التاسعة. كما أشكر جميع الطلبة والطالبات على حضورهم الدائم والمكثف في جميع اللقاءات العلمية وفي جميع التخصصات ولمسنا فيهم إذن هذه الغيرة وهذا التعطش للبحث وللتحصيل العلمي، وأتمنى لنا جميعا ولكم جميعا الصحة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ونتمنى كذلك لهذا البلد الأمن والسلم والاستقرار والازدهار. والسلام.